بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده معانا موقع حلو لو انت عايز تتفرج على افلام او مسلسلات وفي نفس الوقت تزود حصيلتك الانجليزيه. الموقع باختصار بيجيب لك الترجمه، ولو انت في اي وقت عايز تعرف الكلمه بتاعت الترجمه دي معناها ايه، يجيبها لك المعنى بتاعتها، وتقدر تعمل قاموس خاص بيك. بتختار من هنا الترجمه انت عايزها انهي لغه، عندك روسي، عندك اسباني، عندك ايطالي، عندك برتغالي، عندك تركي. فانت هتيجي من هنا تقول له انا عايز سيتنج، تختار الشرح. لو انت في كلمة وقفت عليها هيجيب لك الشرح بتاعها بأني لغة، فانت ممكن تضطر عربي او تختار اي لغة انت عايزها. ده هنا عبارة عن قاموس، يعني الكلمة اللي هتيجي هيبدأ. شوف، خلينا مثلا نتفرج على فلاش مثلا او بيرسون بريك. بيرسون بريك من الحاجات الحلوة، ممكن اكمل فرجة بعد ما اسجل الفيديو بيرسون بريك. وليكن مثلا اخترنا الموسم الثاني واخترنا الحلقة ديت. اول ما تيجي كلمة ممكن تقف عليها كده يقول لك اه ده دي معناها مثلا سابقا، عايز اسمعها، عايز تضيفها للقاموس بتاعك تضيفها، بحيث يبقى في اي وقت ترجع لكل الكلمات تبدأ تشوفها. في اي وقت عايز مثلا الكلمة دي بسمعها وتضيفها للقاموس بتاعك، فيبقى عندك حصيلة لغوية كويسة جدا أثناء ما أنت بتتفرج على الفيلم أو المسلسل.